السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانين مهنيين، اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، ولقاكم الفيديو ديالي ناشطين ناشطين كسان كسان كما كنقول لكم دائما عالي العال. المهم، قبل من كل شيء، عواشر مبروكه، ندخل عليكم الصحه والسلامه يا ربي وطولة العمر، واي واحد باغي شي حاجه يا ربي تحققها ليه، اللي مريض يا ربي تشافيه، واللي باغي شي حاجه الله يسهل عليه يا سيدي ربي في هذا الشهر هذا وفي هذه العواشر هذه. كما كتعرفوا، رمضان ضروري ضروري، ما كنبغيو نحضروا ليه شي حاجه. بعدا قبل من اي حاجه، واش وجدتوا شي شهيوات؟ قول لي، واش وجدتوا شي شباكيه، شي سفوف، شي شهيوات، شي تحضيرات؟ ضروري ضروري، دابا ما كاين غير التخمال و شباك شبك شبك والصفوف، وراكم عارفين يعني هاد الايامات كتكون فيها شويه ديال الخدمه. المهم، اليوم كيما شفتوا انا يا خديت واحد الكميه هكا من القوق، وراكم عارفين دابا راه الوقت ديال القوق وكيكون زوين، فغادي نشارك معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم الطريقه ديالي اللي كنحتفظ به في المجمد، والطريقه كيفاش كنقشره، كيفاش كنحتفظ به كيبقى واحد المده كبيره في المجمد، يعني بلا ما يخسر بلا حتى شي حاجه. فغادي نشارك معكم الطريقه ديالي المتواضعه، ونتمنى من الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. البنات، ما تنسوناش من البصيمه عافاكم، و وجيم الفيديو، البصيمه راه هي جيم، وبارطاجيو معكم الفيديو باش تعم هكا الفائده وتكبر لنا القناه. شحال هادي ما بقيت درت الفيديوهات، ما بقيتش كنعرف نهضر. المهم، كما قلت لكم، ضروري ضروري الواحد كيبغي هكا يحضر شي حاجه، وراكم عارفين في رمضان كاين اكثريه الناس ما تيقدروش يبقاو هكا واقفين باش بحال هكا، بحال شي حوايج هكا اللي ساهلين بحال هذا الشكل هذا، وكتكوني محضراهم من قبل. انا يلاه بديت هكا التحضيرات، بديت كنوجد، فان شاء الله كل نهار غادي نشارك معكم هذاك الشيء اللي تنوجد وداك الشيء اللي كنحتفظ به. كما شفتوا الطريقه ديال القوق راه هي سهله، وفقط كنبغيو نشاركو معكم الطرق ديالنا وصافي، وكل واحد عنده طريقته الخاصة، وكل واحد كيفاش تيقشرو، كل واحد كيفاش تيدير ليه باش يحتفظ به. ففقط كنبغيو نشاركو معكم الأفكار ديالنا وهادشي اللي كاين وهادشي اللي كاين. مهم، راكم عارفين القوق دابا راه وقت ونيت، يعني كيكون رخيص بزاف، فما فيها بس الواحد ياخذ واحد الكميه كبيره هكا وينقيها ويديرها في الكونجيلاتور، وغادي تبقى ليه زوينه، يعني ما كيخسر من حتى شي حاجه. ووقت الجلبانه، راكم عارفين القوق راه ما كانش الطاجين بالقوق والجلبانه، راه ما كاين والو هادشي اللي كاين. فغادي خليكم معايا في الفيديو باش تشوفوا الطريقه. المهم، بالنسبه للقوق، فانا خديت واحد الماء ودرت فيه الحامض، يعني مقطع هكا وعصرت فيه شويه الحامض، وكناخذ القوقه كنحيد ليه هذوك القشور هكا من الفوق كما موضح في الفيديو. وراكم عارفين يعني ضروري ضروري يكون عندكم الموس شويه ماضي باش هكا كتسهل عليكم الطريقه ديال التقشير. راه هو شويه، الا ما كانش الموس ماضي راه ما تيبغيش يتقشر، يعني الموس يكون ماضي. فالطريقه كتجي سهله، و كتديري واحد طريف ديال الحامض كتقي هكا فوق ما قشرتي وحده، مباشره كدوزي عليها هكا الحامض باش ما كتاكسدش لكم وما كيتبدلش ليها اللون. صافي، كنستمر هكا نفس الطريقه، كنحيد لهم هاد القشور هكا اللي الفوقانيين بيدي بحال هكا، يعني كتحيديهم غير بشويه دوك هادو، وكتحيدي داك هذا هكا يا بالموس باش كتسهل عليك الطريقه. صافي، وكتدوري هكا كتجيك ساهله، يعني راه ساهل في التقشار ديالو هكا. هاد الطريقه كتخلي لك القوقه كتبقى قاده وكتبقى زوينه. صافي، غادي نبقى انا هكا حتى نكمل كل شيء، هادشي اللي عندي. فغادي ننقي هذا، وراني ديجا محضره الجلبانه حتى هي، فغادي نوريكم. المهم غير كيفاش درتها وصافي، هادشي اللي كاين. المهم غادي نكمل انا بهذه الطريقه حتى نكمل كلشي، ضروري من الحامض باش ما كيتبدلش اللون. فالصراحه الصراحه ملي كتوجدي هذا القوق راه هو راه تيشد الوقت، يعني ملي كيكون هكا عندك ديجا واجد في الكونجيلاتور فكتجيك سهله، وبالخصوص خصوص في رمضان، يعني تيكون تبارك الله الخدمه كثيره وكتكون شحال من حاجه،
وراكم عارفين والمعن وهذا، فيلا يلا اللي حيدتيها ووجدتيها راه فكتكوني حيدتي عليك واحد الخدمة كبيرة. كما شفتوا كندير نفس الطريقة، يعني كنبقى نحيد هذوك الرويسات اللي كيكونوا الفوق غير بشوية. صافي، وكنحيد بالموس، كنحيد هكا هاد الجنيبات هاد، راه داك الرويس اللي قدام. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شبهات طال سقامي، كيف نلقى حيور وانتي مسلية وفيها رموز الفطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شبهات طال سقامي، كيف نلقى حيور وانتي مسلية روفيا الغزال فاطمة. دار مقامو مهجتي وضحاب حسابو مع سهمو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدامي، غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوان ابن رحمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات دار سقامي، كيف نبقى حيار فاطمة صدمي يلي داويتي جسمي، عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوف يا الباهية قدامي والرقيب بسرو عامي والحسود فبلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من جفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيها الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من جفاك طال سقامي، كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيها الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل. وكما شفتو هانتوما انا غادي نوريكم القوقه كيفاش دايره، يعني من بعد ما كتقشريها شوفوا كيفاش كتولي صراحه مقشره زوين، والشكل ديال النايدر ديالها كيبان زوين وما كتبانش يعني ما تتكحل ما والو. صافي كما شفتو كملت الكميه ديالي كامله هكا قشرتها وكامل حكيت عليها الحامض، فغادي ندوز دابا باش غادي نديرهم في شي حاجه هكا سوبيره او شي حاجه باش غادي اللي غادي نخليهم في المجمد. انا خديت انا هكا هاد البواطات هكا، فكيتباعوا هاد البواطات هكا على شكل راهم رقيقين، راه ماشي سوبيره غليظه، يعني دوك السوبيرات ديال الاكل. غادي نحك هكا الحامض، ضروري كنحك عليها الحامض من برا ومن الداخل باكي ما شتوق باش ما كتاكسدش ليا وما كتبدلش ليها اللون ديالها، يعني كنحاول نحك عليها الحامض مزيان. صافي، وغادي نديرهم في هاد السوبيرات، غادي ندير الكميه اللي غادي نحتاج، يعني الكميه اللي غنحتاج بالنسبه لهذه بانت ليا فيها واحد شويه ديال هذه، غادي نقشروا هذاك اللي تيكون الوسط. صافي كنحيدو، صافي كنخليهم هكا بالحامض. كاين اللي تيدير فيهم شويه ديال الماء وكيعصر فيه الحامض وكيديرهم في المجمد، انا راه غادي نديرهم فقط هكا. ولكن من غادي من سالي غادي نعصر عليهم الحامض من الفوق. صافي كندير الكميه اللي غادي نحتاج، يعني شحال اللي غادي نستعمل، يعني اللي غنستعمل كل نهار. انا بالنسبه لي راه ما عنديش واحد الكميه كبيره غير 5 كيلو، وانما الا عندكم كميه كبيره راه غادي نديروا السوبيرات على قد اللي غادي تحتاجوا.
صافي، او كتديرهم في السوبر وكتديرهم مزيان، السوبر تكون محكمة الاغلاق يعني تكون كتسد مزيان صافي، وكتدخلوهم كتديرهم في المجمد صافي. غادي ندير انايا القياس اللي غادي نحتاج وغادي نديرهم هكا في السوبيرة. المهم بالنسبة لي انا هاد الكمية هكا يلا غادي نخرج منها تقريبا، المهم غادي انا غادي نديرها غير في جوج البواطات، راه كيبقى معزول يعني الا بغيتي تهزيه غير شي وحدة تقلالو يبقى عندك راه تيبقى صافي. غادي ندير انا هكا وصافي، غادي نخلي المسافة فين غادي تسد صافي بحال هاد الشكل، وغادي نحكمها مزيان ونحطها كيما شفتو يعني كتبقى يعني في مزيان احسن من ديك الطريقه ديال الميكا، وكتبقى لكم القوق كيبقى زوين. غادي ندير واحده اخرى عاوتاني بنفس الطريقه هكا، كنحيد منهم كاع داكشي اللي كيكون لاصق ده، ولكن حيت راه ديجا درته في الماء والحامض يعني ديجا راه مغسول وكل شيء درته في الماء والحامض، تقدري غير جبديه وتستعمليه مباشره صافي. كنحاول ندير نفس الطريقه اللي درت في الاول يعني كنحك عليهم هكا الحامض مزيان، ومن بعد غادي ندير من بعد غادي ندير واحد طريف ديال الحامض مع كل واحده وصافي. كما شفتوا يعني هاد الكميه كامله يلا هزتها يهزوا ليا جوج سوبيرات وصافي، حيت ماشي شي كميه كبيره يعني غير قليل، هذاك الشيء كامل الاخر راه غير حامض صافي. المهم انا درت فيها الحامض مزيان باش يبقى لي القوق ديالي مزيان. المهم راه تيبقى زوين راه ما تيخسر ما حتى شي حاجه، يعني الناس بحال هكا اللي كتكون خدامه، الناس اللي ما عندهاش الوقت هكا كتوجدي ملي كتجي تنصبي الطويجين ولا شي حاجه كتلقاه ديجا واجد عندك، فقط كتجبديه وتحطيه في الطويجين ديالك ولا في الكوكوط ديالك وصافي. هادشي اللي كاين. المهم انا غادي ندير كما قلت لكم في هاد السوبيره هادشي كامل وصافي، وغادي ندوز ان شاء الله الرحمن الرحيم مع دايزه عندي الجلبانه حتى هي مقشرها، غادي نوريكم كيفاش درت ليها حتى هي، ماشي بدرت ليها حتى شي حاجه غير قشرتها وغسلتها، وغادي نديرها حتى هي في السوبيرات بحال هذا الشكل، وغادي نحتفظ فيها فوق ما بغيتم. غادي نجبد هكا جليبينه وغادي نجبد القوق هكا واجدين، وراكم عارفين عاوتاني دابا راه نيت وقت الجلبانه يعني يا شريو جلبانه ونقيوها وديروا ديروها راه وقتها، ودابا جلبانه غزاله تبارك الله باقا زوينه يعني باقا ما كايناش ديك الجلبانه الكارمه. غندير واحد الطريفات جوج ديال الحامض، واحد هنا واحد هنا، بان ليا دي باقي فيها الماء، نزيد نكمل نعصرها صافي. غنقطع هاد الطريف ديال الحامض وغندير طريف هنا وطريف هنا وغادي نسدو. صافي دابا خرجت ليا كما قلت لكم جوج سوبيرات، والجلبانه حتى هي درتها في هاد السوبيرات هكا. بغيت غير نقول لكم بالنسبه لهاد السوبيرات هكا انا فانا خديتهم هكا 6 ب 20 درهم، زوينين وبانوا لي انا عمليا عجبوني يعني زوينين هكا كتحتفظي بهم اي حاجه كتبقى كما شفتوا كتبقى لكم التليليجه ديالكم او الكونجيلاتور منظم يعني احسن من الميكات، هانتوما يعني ما غاديش تشد لكم واحد المسافه كبيره في الكونجيلاتور. فالصراحه هاد الطريقه هادي والله الا زوينه، غير جربوا البنات هكا في السوبيرات فغتكون احسن ليكم من الميكا. فهكا كنكون انا وصلت النهايه ديال الفيديو، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم ويكون كان فيدكم. فكان صراحه كنقول لكم غير جربوا هاد الطريقه هكا في البلاستيك، فغادي تلاحظوا بان الثلاجه ديالكم الكونجيلاتور ديالكم منظم وزوين ويعني وعاطي واحد المنظر حسن ما كتبقاي تالفه في وسط الميكات. وكنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.